ابتداء من هذه العلامه يمكن لي نسوق بسرعه 30 كيلومتر في الساعه جواب واحد، 40 كيلومتر في الساعه جواب جوج، 60 كيلومتر في الساعه جواب ثلاثه. العلامه اش كتقول؟ تحديد السرعه 40، يعني انت غتمشي من 40 لتحت. شكون هو؟ ها هو قال لك يمكن لي نسوق، ما قالش لك السرعه محدوده. كون قال لي السرعه محدوده غادي نجاوب ب 40، لكن يمكن لي نسوق بسرعه، فانت غدير من 40 لتحت، يعني رقم 31 غنديروه والرقم 2 اللي فيها 40 غنديروه. ولكن كون قال لي ابتداء من هذه العلامه السرعه محدوده غادي نجاوبها برقم 2، لان ما كنقولوا السرعه محدوده فانت غادي تجاوب بالسرعه القصوى. بعد هاد العلامه يمكن لي نقوم بنص دوره، نعم جواب واحد لا جواب جوج. العلامه اش كتقول؟ ارشاد طريق ذو اتجاه واحد. شنو كنفهم طريق ذو اتجاه واحد؟ يعني الطريق كدي ما كتجيبش، يعني الطريق كدي واللي غايجي تلقى شي العلامه جاي لا ما تلقاهاش، يعني هذه كتسمى ارشاد ديال الطريق ذو اتجاه واحد. الطريق كدي ما كتجيبش. واخا من بعد العلامه واش يمكن لك انت تقوم بنص دوره؟ يعني نص دوره تمشي هنا ودير واحد نص دوره وتولي راجع لعندنا لهاد الجهه، يمكن لك ديرها؟ لا، الا درتيها غتولي انت جاي في لانتيردي، يعني تولي انت جاي في اتجاه معاكس اللي هو ممنوع اصلا شي عربه تجي. فمن بعد العلامه يمكن لك تقوم نص دوره؟ لا. باينه دابا هاد العلامه كتعلم على منعرجات متابعه. جواب واحد، خطر تطاير الحصى. جواب جوج، الطريق كتزلق. جواب ثلاثه. العلامة سهلة، الطريق كتزلق، هادو العلامة. أما خطر تطير الحصى عاد شفناها، ومنعرج متابعة هو ذوك المنعرجات اللي من على اليسار. أما هذه ديال الطريق كتزلق، جواب ثلاثة، الجواب بين ده. من بعد 500 متر غادي يكون واجب عليا نغير اتجاه اليمين. دابا مزيان، شنو مكتوب هنا؟ طريق منحرف. شنو هذه؟ ممنوع المرور في اتجاهين، ما الطريق ما كدي ما كتجي. وقتاش؟ على بعد 500 متر، يعني أنت ملي غضرب 500 متر فهاد البلاصه هادي ما تبقات لا كدي لا كتجيب، صافي سدوها لنا كاع، ما بقى لا دي لا تجيب، ممنوع المرور في اتجاهين. هنا كنا العربه تصير ب دي سي الاو سي وكلشي دراجات كلشي كلشي غادي يشد اليمين، كلشي هنا غادي يكون واجب ليا تغيير اتجاه. كنظن دابا غتكونوا فهمتوا العلامه ديال الارشاد ديال الطريق المنحرف، لان راه هي الاغلبيه كيغلطوا فيها الناس ديال البولور ديال الكارو كاميون رموك، فهادو هما الاخطاء اللي كيطراو لكم، فردوا البال هذه، فهذه هي اللي كتبنا نكملوا السير قدام، هي كتجبرنا اننا ندوروا على اليمين. حنا كاملين غندوروا، شكون اللي قال لنا كاملين؟ هذه هذه اللي قالت لنا كاملين. كون كتبوا لنا هنا لداخل شي 12 طن غادي نقولوا الناس اللي عندهم العربات اللي كتعطي ترونس فهي ما غتكملش وغدور على اليمين، انا غنكمل. فكنظن فهمتوا دابا المبدا ديال هاد العلامات الصفر واللي فيهم طريق الانحراف. يعني انت واش غادي يكون واجب لك تغير اتجاه اليمين؟ نعم، من بعد 500 متر نعم ضروري غنغير انا اتجاه. هاد العلامه كتعلم على وهده، جواب واحد، حدبه، جواب جوج، عقبات متتابعه، جواب ثلاثه. هادي اش كتسمى؟ خطر وهده وحدبه، خطر وهده وحدبه، يعني انت غتجاوب واحد وجوج، هي اصلا سميتها هادي خطر وهده وحدبه، يعني هاد العلامه كتعلم على وهده وحدبه. هاد العلامه كتعلم باللي المرور ممنوع على جميع انواع الدراجات. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. فالجواب ديالنا صحيح هنا هو رقم واحد. فملي كنقولوا ممنوع المرور على جميع انواع الدراجات، عاوتاني غنلقاو مشكل في واحد المصطلح. علاش؟ لان شنو كيمنعوا لك هنا في الاصل؟ منعوا البيكالات، يعني هو الدراجات الهوائيه، والدراجات الخفيفه، يعني الماطر الخفاف حتى هما منعوهم، حيت ملي غنجينا واش الموتور الكبير ديال بيرمي راه ما مانعينوش، ما ممنوعش، هو حتى هو راه سميتو دراجه، غير هو كيسميوه دراجه سريعه، فهمتي؟ هذاك الدراجات السريعه سميتو هذوك، غير هو المشكل المصطلحات، راه مشكل المصطلحات راه غريب، خص الامور السؤال يتوضح مزيان. لكن اللي غنقول لك هنا هو، فهنا غتقول ممنوع على جميع انواع الدراجات اللي كيقصدوا بها الدراجات الهوائيه، وكيقصدوا بها حتى الدراجات الناريه الخفيفه. اما واش هاد العلامه كتخص بالنسبه اللي كيدوزوا البيرمي ا، يعني الدراجات الناريه السريعه؟ فلا، فممكن انك تدوز انت هنايا. هنا قال لك العلامه كتعلم باللي المرور ممنوع على جميع، نعم ممنوع المرور. هاد العلامه كتعلم على طريق ضيق على مسافه محدوده. جواب واحد، قنطره متحركه. جواب جوج، اشغال. جواب ثلاثه. فهاد العلامه اش كتسمى؟ خطر طريق ضيقه على مسافه، هي سميتها خطر
طريق ضيقه على مثلا انا جاوبت رقم واحد قنطره متحركه باش نوضحها لك، فهي اي فعلا قنطره، قنطره كتطلع حتى للفوق وكتهبط، قنطره كتطلع وكتهبط، ما كاينش كتبان لك قنطره مرسومه، ما كاين اشغال كنا كنعرفوها مزيان. غتسولني هذا سميتو، هادو سميتو الارامات، قبيله قلت لك هذوك الاخرين سميتهم الصيوه اللي مكتوب فيهم المدينه، هادو اللي ما كيكونوا مكتوب فيهم المدينه فهادو كيتسموا الصيوه، لا كيتسموا الارامات، الاخرين الصيوه وهادو الارامات. هاد الارامات تقدر تلقاها راسها احمر وهكا بيضاء، وتقدر تلقاها بيضاء كامله. هذه اللي راسها احمر فهي كتعني على منعرج، ها هو منعرج كتعلم عليه، واللي كتكون كلها بيضاء فهي كتعني على ملتقى الطرق للافاده وصف. هاد العلامه كتعلم على وجود مركز اصلاح السيارات، جواب واحد، مركز الفحص التقني، جواب جوج. فهذه كتعلى بواحد 500 متر ارشاد ديال وجود مركز اصلاح السيارات. اما مركز الفحص التقني هو ديك اللي كنديروا فيه الفحص التقني، فهذاك ما عندوش علامه بحال هذا الشكل هذا، فهو كيكونوا كاتبين مركز الفحص التقني، كيكون عنده واحد اللوغو خاص بديك الشركه، هما شركه خاصه كيكون عنده واحد اللوغو اللي ديالهم، كيكونوا كاتبين مركز الفحص التقني. اما هذه فهي سميتها مركز اصلاح السيارات. طريق غادي تضيق، دابا اللي فكرتي معايا مزيان، عندنا اسهم وعندنا 200، هاد ال 200 قبل ما نقرا السؤال شنو خصو يكون قبل منها؟ المصطلحات، بما انه في الاسهم خصو يكون قبل منها على طول، على مسافه، على امتداد. كون ما كانوش اسهم شنو خصو المصطلح اللي يكون قبل منها؟ على بعد. مزيان، يلا دابا نجاوب على السؤال. طريق غادي يضيق على بعد 200 متر جواب واحد، على طول 200 متر جواب جوج. فامي كاينين اسهم فغادي تدير على طول على طول على طول. دابا انا كنزيد نبسط لك باش تجي تفهم اكثر، حيت واخا كنشرحها بزاف في السلاسل بزاف اللي كيسولوا عليها كيقول لك راه باقي ما دخلتيش، راه شوف الاسهم قلب على المصطلح على طول، ها هو رقم جوج. غادي نشرح دابا العلامه. العلامه اش كتقول؟ خطر طريق ضيق على مسافه محدوده، وخش غلقى اذا كنا داخل المدينه على بعد 50 متر غلق الطريق ضيق على مسافه محدوده، الا كنا خارج المدينه على بعد 150 متر. وهذه القنطره ضيقه واش غلقوا طريق ضيق غلقوا واحد المده طويله؟ لا، على مسافه، على طول، على امتداد 200 متر غلقوا الطريق ضيقه، من بعد ما تبقاش ضيقه. هذه العلامه كتمنع المرور على العربات اللي كتعدى العلو ديالها 3 متر ونص. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. العلامات كتقول ممنوع المرور العربات اللي كتعدى في العلو ديالها 3 متر ونص. واش 3 متر ونص دوز؟ دوز. قل منا دوز. 3.6 متر ما دوز. صافي متفقين على هذه القضيه دي. يعني هذه العلامه واخا هذه العلامه كتمنع المرور على العربات اللي كتعدى العلو ديالها 3.5 متر، متفقين. غادي نوضح واحد العمليه هنايا. واخا قلنا العربات اللي عندها 3.5 متر دوز ولا ما دوش؟ اه دوز، متفقين. واللي عندها 3.6 دوز ولا ما دوش؟ لا ما دوش. علاش؟ لان فات 3.5 متر. مزيان، اللي عندها 3.4 دوز ولا ما دوش؟ لا ما دوش. علاش؟ لا دوز، 3.4 دوز. علاش؟ لان هذه قل من 3.5. مزيان، الا قلت لك العربه ديالك فيها في العلو 3.10 متر دوز ولا ما دوش؟ العربه ديالك فيها 3.10 متر، واش دوز في الطريق ولا ما دوش؟ غدير نعم ولا لا؟ اغلبيه اللي ما عندوش مع الرياضيات غادي يجاوبوا لا، واللي كيفهم شويه في الرياضيات غادي يجاوب نعم. علاش؟ لان 3.10 شنو هي؟ راه هي 3.1، حيت الصفر مور الفاصله راه ما كيتقراش، 3.10 راه هي 3.1، يعني 3.1 راه اقل من 3.5. الا غنقول لك 3.10 مع من غتقارنها؟ مع 3.50، حيت 3.5 ممكن يزيدوها الزيرو، يعني تولي 3.50. باش نوضح لك اكثر، فيما تشوف الزيرو مور الفاصله غحيدو في دماغك، يعني ملي تسمع 3.10 وغحيد داك الزيرو، راه هو 3.1، راه ممكن تدوز. متفقين على هذه العمليه؟ كنتمنى انكم تفهموا هاد، حيت راه كاينين بعض الاسئله اللي بهذا الشكل، والجديد غيجي بهذا الشكل، وكيحتفل بوالو كيتحط بهذا الصيغه هذه، فاغلبيه راه كيغلط فيه. يعني هاد العلامه كتمنع المرور على العربات اللي كتعدى العلو ديالها 3.5 متر. نعم، ابتداء من هاد العلامه يمكن لي نسوق بسرعه 80 كيلومتر في الساعه؟ نعم جواب واحد، لا جواب جوج. العلامه اش كتقول؟
نهايه جميع انواع المنع. يعني المنع كامل اللي كان قبل ديال تحديد السرعه من نهضر على اليمن من ندير هذه من كله تلغى. قال لك هذه العلامه هذه نهايه جميع انواع المنع الا جوج علامات شكون هما؟ الوقوف والتوقف. هادوك ما كتلغيهمش. هاد العلامه ديال ممنوع الوقوف والتوقف ما كتلغيهاش، والعلامه ديال ممنوع التوقف ما كتلغيهاش. فهادوك الا لقيتيهم غيبقاو خدامين. اما العلامات المنع كاملين غنساهم، ما بقاوش خدامين، دير اللي بغيتي ديك الساعه. فابتداء من العلامه يمكن ينسوق بسرعه 80 كيلومتر في الساعه. نعم، علاش؟ لانك انت خارج المدينه، يعني السرعه محدوده في 100 كيلومتر في الساعه. المنعرج الاول داير على اليسر، جواب واحد، على اليمن جواب جوج. لاحظ معايا انت في هاد الطريق، هاد الطريق الدوره الاولى فين دايره؟ دايره على انت ديما انت ملي تكون هنا انت في الطريق انت غادي الدوره الاولى فين دايره؟ دايره على اليسر. يعني المنعرج الاول فين داير؟ داير على اليسر. غادي يجاوب رقم واحد سهله. هاد العلامه كتعلم على وجود طريق سيار مسدود، جواب واحد، نهايه طريق سيار، جواب جوج. هاد العلامه اش كتسمى؟ ارشاد ديال نهايه طريق سيار. قبل مما كانش هاد الحمراء هذه كانت البدايه طريق سيار، اما مين يديروا هاد الحمراء فهي قال لك النهايه سالا طريق سيار. يعني انت مرمور هاد العلامه غادي تطبق على انك خارج المدينه. عندك تنسى راسك وتبقى غادي 120، راه مور هاد العلامه تمشي 120 فعندك مخالفه، راه مور العلامه خاصك تولي محدوده عندك السرعه في 100 كم في الساعه، تدخل المدينه تولي محدوده في 60. يعني هاد العلامه كتعلم على وجود نهايه طريق سيار، ها هي جوج. هاد العلامة كتعلم بوجود موقف للسيارات، جواب واحد، محطة الأداء، جواب جوج. العلامة اش كتقول؟ إرشاد ديال موقف السيارات، باركينج، إرشاد وجود موقف السيارات، جواب واحد. ماشي محطة الأداء، محطة الأداء كتكون على طريق السيار. إلا تبعت هاد الاتجاه غادي نكون كنسير في طريق وطنية، جواب واحد، جهوية، جواب جوج. العلامة شنو فوق منا؟ فوق منا بالاحمر، الاحمر اش كيقول لنا؟ طريق وطنيه الا كانت صفراء، جهويه كانت بيضاء وزرق ولا زرقاء فهي كتقول اقليميه. غالبا هنا غنلقاو غير بيضاء، ولكن في الصيوه كيف وريتكم في ذاك العلامه اللي الصيوه في الارض فهي كتكون بالزرق ما تكونش بالبيض. فالزرق والبيض كنقصدوا به اقليميه، والخضر الفوق غابويه. فانا باش غنجاوب وطنيه واحد، واجب علي نغير اتجاه على اليمن، جواب واحد، على اليسر، جواب جوج. العلامة اش كتقول لك؟ مجبر على انك تتبع السير اليمن، وممنوع عليك تمشي للبلايص الاخرين كاملين، فانا غنديرو جواب رقم واحد. هاد العلامة كتعلم على ممنوع المرور على الراجلين، جواب واحد، مكان كيتواجدوا به الاطفال، جواب جوج، ممر ديال الراجلين، جواب ثلاثة. العلامة اش كتقول؟ خطر مرور الراجلين. الى هنا في داخل المدينه غنلقاو على بعد 50 متر، غنضربوا 50 متر غنلقاو، واخا هادشي راه ماشي منطقي ما عليناش، من بعد 50 متر غنلقاو ممر الراجلين. الى كنا خارج المدينه من بعد 150 متر غادي نلقاو ممر الراجلين. فانا باش غادي نجاوب هاد العلامه كتعلم ممر ديال الراجلين، هو الجواب رقم ثلاثة. ابتداء من هاد العلامه يمكن لي نسوق بسرعه 20 كيلومتر في الساعه، جواب واحد، 30 كيلومتر في الساعة، جواب جوج، 60 كيلومتر في الساعة، جواب ثلاثة. العلامة اش كتقول؟ السرعة الدنيا الإجبارية. اش كتقول؟ السرعة الدنيا أدنى سرعة تمشي بها هي 30، غتمشي من 30 للفوق. أدنى سرعة تمشي بها هي 30 للفوق، هذه العكس ديال المعنى، المعنى كيقول لنا من 30 لتحت، هذه لا، قالت لك من 30 للفوق، غير أنت احترم. واش أنت داخل المدينة؟ غتمشي حدك 60، واش انت خارج المدينه حدك 100، واش انت في طريق السيار حدك 120. جاب الله هنا كاتب لنا 20 30 60، يعني لا داعي باش نفكر واش داخل المدينه او خارج المدينه، هنوني. يعني ابتداء من هذا العلم يمكن لي نسوق، يمكن لك تسوق بواحد مجموعه ديال الاجوبه، صافي. شنو هو السرعه اللي نقدر نمشي بها؟ نمشي ب 30، السرعه الدنيا الاجباريه هي 30، نمشي ب 30 ونمشي ب 60، اما 20 لا. مور هذا العالم واش يمكن لك توقف ولا توقف؟ لا، علاش؟ لا لا، بغيت توقف وتوقف راه غتهبط على 20 10 غتلقى راسك وقفتي، فهنا ممنوع. مور العالم ممنوع الوقوف والتوقف. فالاجابه ديالنا غتكون جوج وثلاثه. المنعرج الاول داير على اليمن، جواب واحد، على اليسر، جواب جوج. واخ خطر منعرجي، انت في الطريق هذه الدوره الاولى في كاينه على اليمن، ها هو رقم واحد، هو على اليمن، غادي نجاوب رقم واحد.
هاد العلامه كتعلم بوجود الصيدليه. جواب واحد، مركز الاغاثه. جواب جوج، موقف السيارات محروس بالليل. جواب ثلاثة، العلامة اش كتقول؟ على بعد 1000 متر غادي نوجد ارشاد ديال مركز الاغاثة. هو رقم جوج، صيدلية هذيك راه بوحدهم عندهم رمز ديالهم، هذاك الرمز خاص ما يمكنش يدخل في هادشي ديال القوانين ديال السير. موقف السيارات محروس بالليل هذاك حتى هما بوحدهم، يعني مركز الاغاثة. واجب عليا نغير اتجاه اليسر، فهادو ديال الانحراف ما واجبش عليك تغير اتجاه اليسر. كاملين العربات، كاملين العربات الكبيره والصغيره والكار كاميو الرموك، حتى شي واحد فيكم من واجب عليه يدور على اليسر. فلا بغيت تدور على اليمين سير، يعني قال لك واجب نغير اتجاه اليسر؟ لا، ماشي من واجب عليك. واخا بغيتي تدور على اليمين سير، بغيتي تدور على اليسر سير، ما عندناش مشكل، يعني انت ماشي من واجب عليك تغير اتجاه اليسر. التشوير الطرقي كيمنع القيام بنفس الدوره. جواب واحد، ندور على اليسر. جواب جوج، كيعلم على منعرج على اليسر. جواب ثلاثة، تحديد السرعة. جواب أربعة، واخا القيام نص دورة ما كايناش. هذيك عارفين العالم المنع ديال القيام نص دورة كتكون دايرة بحال هكا بهذا الشكل هذا، ولكن كتكون دايرة بحال هكا ما كايناش، أنا نحيدوها ما نديروش. ندور على اليسر، ها هي ممنوع ندور على اليسر. غادي نجاوب رقم جوج، كيعلم على منعرج على اليسر. منعرج فينا واش كاين شي علامه كتقول منعرج اليسر؟ هي كاينه، هما هادو اللي بالبيض والزرق فهو كاينه على المنعرج، الحافه والمنعرج هادو كاينين. يعني غنجاوب رقم ثلاثه، كيعلم على تحديد السرعه، كاين ها هي 40 كدير تحديد السرعه. نجاوب رقم بهذه الطريقه تبقى تقلب تقلب تلقى الاجوبه ديالك. المرور ممنوع على العربات ذات الاسبقيه. نعم جواب واحد، لا جواب جوج. على العربات نقل البضائع. نعم جواب ثلاثة، لا جواب أربعة. العلامة كتقول ممنوع المرور على العربات اللي كتنقل المتفجرات. هاي باينة، ممنوع العربات اللي كتنقل المتفجرات. أجي نرجع للسؤال، واش ممنوع على العربات ذات أسبقية؟ لا. واش ممنوع على العربات نقل البضائع؟ لا. يعني ممنوع على العربات اللي كتنقل مواد متفجرة.